كنتم مرحبا اهلا وسهلا نحييكم الارجنتين. بدانا المباريات الاقصائيه قبل الموعد، المباراه الثالثه منتخب الارجنتين التي يدربها خوخي سان باولي. هل ستكون مباراه الاخيره في حضور جماهير غفير واهتمام كاعلامي كبير وجماهيري كبير بما في ذلك من روائع الكره العالميه عبر التاريخ؟ ولكن هل سيقدر اليوم ليغا وصلها ليو ميسي؟ ترجع في وسط الميدان غافير ماتيرانو الذي حطم الكره، ماركوس يلعب مباشره مع رفيقه بيريس. ليو ميسي هرب من المراقبه، ما زال عنده الكره، ليو ما زال او ميركادو وليس بابا خطيره تبو انديدي بالراس، التغطية الدفاعية ما زالت نيجيرية من هنالك محاولة التوغل احمد موسى مرة خد مباراة ليو ميسي دخل، ميسي ما زال، ميسي دخل، ميسي ميسي حفا وما زال باريغا وليو دي ماريا والكرة البعيدة لليو بالوغون، فالتغطية ينقدر موقف بانيغا لحد الآن في هذه المباراة من جانب منتخب الأرجنتين. الكرة وصلت لديك 12 دقيقة العين إينياتو لو يلعب لإيدو، راحت لجون بيميكيل يد اللعب في محاولة جول الأرجنتين من دونك ولا شيء. دييغو مارادونا ميسي يسجل هدف في نهائيات كأس العالم بعد أربع سنوات، استلم باليوسف، وين رحت أنت وين رحت يا ميرويو من أمام ليو جول للأرجنتين يا ليو، الأرجنتين لا تملك سوى ليو. نقول دي ماريو لكنها بعيدة على جابرييل ميركاد المينياتو والدفاع نعم اللعيب ليس في التقنية في حد ذاتها. الأرجنتيني مشكلته مع أيسلندا إذا صنعت المفاجأة من هنالك أمام منتخب عن فيصل التمريرة بابا خطيرة فرانسيس أوزو بابا حط لك بالمليمتر يا إيغوين. مباراة بانيكا الكرة بعيدة دي ماريا راح دخل دي ماريا ما زال دي ماريا بابا البطاقة الصفراء رقم 120 خلف للأرجنتين مع أهداف من كرة ثابتة هل يفعلها ليو ويسجل قدم ليو يسجل بابا القائم يا كرة ميسي يا سلام في الهدف المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة بابا خطيرة دي ماريا ولا يا دي ماريا إينياتو وينو أحمد الكرة بعيدة يا إينياتو بعيدة لأحمد موسى خروج أرماني تقنية كتقنية تبقى وأنها قللت من الأخطاء أما استعمالها خطيرة الدفاع ولا وما زال اللعبة هل فيه مسك هل فيه 17 كرة بعيدة وسهلة للحارس فرانكو أرماني الذي لا يمكن أن نحكم عليه تيبو عالية بعيدة الكل سقط ما زال وفيكتور بالنيجيري ليلعب في ديبورتيفو لا كوروني اليوم فيكتور موزيس من هنالك تفوق رائع تكون بعيدة تماما ميركادو الكرة مرفوعة عبر القائم الأول والدفاعي ضرب ضربة جزاء لم يصدق شوف لم يصدق تماما بالوغون لما لعبت الكره انهضج هل ستفعلها يا فرانكو ارماني في اول مباراه لك وتنقذ مرماك ولا 20 بابا جول بالبراءه والروعه والارجنتين بنقطه واحده وايسلندا بواحده انقلبت الموضوع هو المنقلب تنقلب راسا على قاقب على الارجنتيني يا موزيس لازم موزيس هو من حسن حظ نيجيريا اللي تقرر شوف هنا الإعادة على الخط حتى ولو فيه شيء ويمررها ويلفريد انديدي وانطلق اللاعب بعيدة عالية للأمام الخط اللور بالراس وما زال والحكم يقول الرؤوس يرفعها في القائمة الأول قصيرة الكرة هذه رجعت مجددا عن طريق اللاعب بيريس بانيجا توزيعة خطيرة اولالا والتغطية من ايميرو ما زال احمد بابا بافون دخل بافون
في كرة ترولي ميتزا هذا يلعب فقط مباراته الثالثة مع منتخب الأرجنتين ميسي بافون في القائمة الأول حتى الركنية يا بافون لا تقدر على إرسالها عالية مباراة نيجيريا لم تبقى في الخلف أي نعم الجمعة وغلق كل شيء ولكنها لم تبقى في الخلف بافون ومازال مع ركادو ماكس نعم لا تستحق المرور أمام نيجيريا أحمد موسى بابا خطيرة بابا بابا جول بابا هنا من قالوا بأنها تقنية الفار قبل الأرجنتيني توزيع بابا 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 الدفاع هذه الوحيدة للأرجنتين خطيرة بابا بابا إيغوين إن لم تسجل وفي المونديال وفي هذا الوضع متى تسجل يا إيغوين يا ما مرت من هنالك تسديدة إيغوين باليسرى ومارادونا يتألق نيجيريا تعال نيجيريا الكرة أرضية حتى الركنية صرتم لا تعرفون كيف تنفع بابا 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 وما زال يا بابا 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 جول بابا بابا رائعة التسديدة من إيتيبو كادت تدخل تعبر الشباك لا 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 ليس هناك ميسي ما زال بابا بابا كادت تمر رجعت مجددا بابا بابا جول ميتزا وليس ميسي توزيع رائع يا ميتزا جول حطها لك في القائمة الثانية سلام مقابل هدف واحد صارت النتيجة سلام